نبدأ كده تمام؟ ألو؟ مساء الخير جميعا، ازيكم يا شباب؟ النهارده احنا جايين نتكلم معاكم زي سيشن كده، نقعد نتكلم فيها عن اوفيس بيلدينجز والناس اللي بتشتغل فيها بصفة متخصصة، وايه التخصصات اللي احنا بنحتاجها واحنا شغالين، وايه هي الحاجات اللي انت ممكن تشتغل فيها غير موضوع الديزاين، او ان انت تبقى جود ديزاينر. لا، فكرة إن أنت تبقى حد تكنيكال، وإيه الديسيبلينز اللي ممكن تشتغل فيها، وإيه التخصصات اللي ممكن تشتغل فيها غير موضوع الديزاين لو أنت حاسس إن أنت مش أعلى حاجة في موضوع الديزاين يعني. الأول خليني أعرفكم بينا. إحنا مكتب ايكونيك انجينيرنج كونسلتنسي، إحنا مكتب متخصص في الانتيريور ديزاين وفي الاركتكتشر، وإن هاوس عندنا كل الديسيبلينز اللي بتسبورت الشغل اللي إحنا بنشتغل فيه، كإنجينيرينج ام اي بي، كل التيمز بتاعت المانجمنت، كوست كنترول، الفولو اب، كل الديسيبلينز اللي بنحتاجها. الوحيده يمكن الحاجه الوحيده يمكن اللي بره ما هي الانشائي، بنتعامل فيها مع مكاتب استشاريه تانيه في موضوع الاستراكشر. ابتدينا سنه 2014، في الفتره دي ابتدينا بسكيل صغير شويه، وابتدينا في مصر. على مع الوقت ابتدينا نتعرف على مجال الاوفيس بيلدينجز والكوربريت، واشتغلنا مع كذا كوربريت هنستعرضهم كمان شويه. مع الوقت ابتدينا يبقى لينا شغل كمان في الدول العربيه زي قطر والسعوديه والامارات. الفتره اللي فاتت عاملين فيهم كم مشروع لطيف، هنبتدي ناناونس عليهم اول ما يخلصوا ان شاء الله. النهارده انا همثل التيم. انا اسمي احمد عاصم، خريج 2001، مهندس معماري، ووجودي النهارده ما بيغيرش وجود ناس في التيم، والهيدز بتوع التيمز بتاعتنا بكل المهندسين اللي شغالين معانا والانتيريور ديزاينرز. فوجودي النهارده بناء على مجهوداتهم، فبشكرهم على المجهودات اللي بيعملوها معانا. الفترة اللي فاتت احنا اشتهرنا قوي بحتة ان احنا بنشتغل اوفيس بيلدينجز للكوربريتس والشركات الكبيرة. فمن ضمن الشركات اللي اشتغلنا معاها شنايدر وفودافون وامريكانا، واشتغلنا مع سي اي بي، اشتغلنا مع بيكو، مجموعة كبيرة، كرافت هاينز، قناة السويس، اي سي اس. الحقيقة بقالنا كذا سنة المباني والمكاتب اللي احنا بنعملها بتبقى متواجدة دايما في best places to work in Egypt، وآخر سنة من ضمن التوب 5 في مكتبين من اللي احنا عاملينهم موجودين في best places to work in Egypt، هما بيكو وشنايدر. السنة اللي قبليها كان فودافون أو فويس، السنة اللي قبليها كانوا شنايدر موجودين برضو. فالنهاردة هنشير معاكم كده احنا بنشتغل ازاي ونفكر ازاي. دي مجموعة من الصور من المباني اللي احنا اشتغلنا فيها، شنايدر وفودافون وبنك مصر وأرجاني جروب وبيكو. الحقيقة المكتب عندنا متقسم لكذا تيم، في جزء بيشتغل في الديزاين بكل تفاصيله، في جزء بيشتغل في البروجكت مانجمنت، في جزء بيشتغل في البلاننج، في جزء بيشتغل في الانجينيرنج، وفي التيم بتاع السايت اللي بيشتغل سايت سوبرفيجن. احنا كونسلتنت هاوس، فما بنشتغلش تنفيذ بنفسنا، بنشتغل مع كونتراكتورز. وظيفتنا ان احنا بنشتغل معاهم على البروجكت مانجمنت والسايت سوبرفيجن والكواليتي اشورنس. من لما بنيجي نبص على المشروع، الحقيقة في السكيل اللي احنا بنشتغل فيه اللايف سايكل بتاعت المشروع بتبقى كبيرة حبتين، واندلس زي ما بيقولوا يعني. فاحنا بنبتدي بمرحلة الديزاين، وبعديها مرحلة الكونستراكشن، بعد كده يبقى في مرحلة اوبريشن، وبتتابع فيها البرفورمانس بتاع المبنى. ولما المبنى بيوصل للاند اوف لايف بتاعته، او ان هو بيحتاج رينوفيشن، او ان هو هيتهد ويتعد بناء من اول وجديد، فبنعيد السايكل كلها من اول وجديد. لما بتيجي تشتغل على البروجكت بالسكيل ده وبتبقى حاطط في دماغك اللايف سايكل دي،
بيبقى الموضوع مش بس مجرد ديزاين، بيبقى فيه تفاصيل كتيرة وأنواع كتيرة من المهندسين اللي بتشتغل فيه. في ناس بتشتغل على الكونسبت، في ناس بتشتغل على ديزاين بتفاصيل وديتيلز، في ناس هتشتغل ديزاين ديفلوبمنت، في ناس هتشتغل في التكنيكال درونجز بكل أنواعها، سواء معمارية أو كهرباء أو ميكانيكا أو حتى فيرنتشر أو ديتيلنج لكل الأيتيمز والوركس اللي هتتم في السايت، خشب ميتال. ففي أنواع كتيرة من التخصصات اللي هتخش معانا. الكوانتيتي سيرفي دول من أهم الناس اللي احنا بنعتمد عليهم، لأن دول كمان بيفرقوا معانا في إنك أنت إزاي هتحسب الكوست بتاعت كل أيتم، هتحاسب عليه الناس اللي هتشتغل فيه إزاي، تقدر تحط منه كوست استيمت للمشروع، بيخش التيم بتاع المانجمنت يعمل كوست استيميشن ويعمل التايم بلان بتاع المشروع. السوبرفيجن تيم بعد كده بيشتغل على كل الدوكيمنتس دي. طبعا موجود دلوقتي كمان انفايرومنتال اكسبرتس، الناس اللي بتشتغل على الليد وعلى الايدج. بعديهم بيستلم منهم التيم بتاع الاوبريشن والفاسيلتي مانجمنت بكل تفاصيلهم، برضو في منهم المعماري وفي منهم الكهرباء وفي منهم الميكانيكا. واحدة من الحاجات اللي لازم تبقى فاهمها وانت بتبتدي في المشروع، ان انت لما بتيجي تشتغل بيبقى عندك requirements بتفاصيل كتيرة، لازم تبقى فاهم الحاجات دي وايه كل واحدة فيهم هترفلكت على انهي مرحلة من مراحل اللايف تايم بتاعة المشروع او اللايف سايكل بتاعة المشروع. انت عندك vision كديزاينر، بس في نفس الوقت لازم تبقى فاهم كل التخصصات وكل الريكويرمنتس اللي موجودة من بقية التيمز. في البيزنس، الناس اللي هي الاونر بتاعت المكان، ودول مش لازم هم يبقوا اللي هيستخدموا المكان بعد كده. ففي اليوزرز ليهم برضو الريكويرمنتس بتاعتهم، ودي غالبا بتبقى يا اما اكسبيرينس يا اما بتبقى ريكويرمنت من البيزنس. في التكنيكال تيم اللي هيشتغل معاك الانجينيرنج، في الانفايرومنتال تيم، ودي برضو بنعتبرها نوع من انواع التكنيكال ريكويرمنتس لو انت بالتارجت ان انت تاخد ليد سيرتيفيكت او كده. طبعا عندك التراخيص وكل التفاصيل اللي محتاجها، الابروفالز الحكوميه والكلام ده. والجزء الاهم واللي كل مصر وكل العالم بيتكلم فيه هو البادجت في الفتره دي. معلش انا اعذروني، انا داخل دور برد كده، فهتلاقوا الصوت شويه صعب يعني. لما من ضمن الحاجات اللي ظهرت في الفترة الأخيرة كانت الليد سيرتيفيكيشن أو الانفيرومنتال، وإحنا كان لينا تجربة كده إن إحنا اشتغلنا مع شنايدر إلكتريك فيها، وقدرنا إن إحنا نوصل بالمشروع إن هو ياخد ليد جولد سيرتيفيكت. والموضوع للي ما اشتغلش فيه ممكن يكون متخيل إن هو ليه علاقة بالماتيريال اللي هتركب في المكان والكلام ده، بس هو اكشولي معظم السيرتيفيكيشن او البوينتس اللي انت هتاخدها على السيرتيفيكت دي ليها علاقه بالالكتروميكانيكال، ليها تفاصيل كتير، سواء بنشتغل على الميه، بنشتغل على الكهرباء، بنشتغل على التكييف، غير طبعا الحاجات اللي ليها علاقه بالماتيريال المعماريه والبوزيشن بتاع المكان والموقع بتاعه وسهوله المواصلات بتاعته، ليه تفاصيل كتيره جدا. بس مثلا لما جينا نشتغل مع شنايدر احنا واخدين حوالي 45 بوينت عن طريق الالكتروميكانيكال تيم اللي موجود. فلو انت كمعماري مش قادر، او انت كديزاينر، او انت كمهندس مش قادر توصل للتفاصيل التكنيكال دي، ممكن يبقى عندك مشكلة كبيرة في ان انت تمانج مشروع بالسكيل ده. لما بنيجي نشتغل على ورك سبيس الحقيقة، علشان نبتدي الابروتش ده، انا عارف ان انتوا في مسابقه تبع استوديو 34، وده يمكن اللي خلاني اركز اكتر في الموضوع النهارده، رغم ان كان في امكانيه ان احنا نتكلم في كذا حاجه تانية. بس ان انت تبقى فاهم يعني ايه ورك سبيس وتشتغل عليه، في تفاصيل كتيره جدا، مش مجرد ان احنا بنعمل شكل حلو وخلاص. فانا النهارده قلت ان احنا ناخد سبيس نتكلم عن نوعيه السيتس، نتكلم على ازاي احنا بنابلاي الكلام ده، وفي الاخر ممكن اوريكم شكل الحاجه وصلت لعامله ازاي بكذا تعاون ما بين كذا نوع من انواع المهندسين اللي بيشتغلوا، معظمهم معماريين فيهم طبعا الكتروميكانيكال. وبس ده بيوريك انت ايه الاريا اللي ممكن تشتغل فيها بعيدا
عن ان انت لازم تبقى ديزاينر او بتشتغل سكيك ماكس بس. لما بتيجي تشتغل على ورك سبيس الحقيقة لازم تبقى فاهم الأول إيه الفيتشرز اللي لازم تشوفها في ورك سبيس من غير ما تدخل في قصة إن أنت يبقى عندك خلط ما بين أنواع المباني التانية، لأن الورك سبيسز أو لما بتيجي تعمل ديزاين لشركة يبقى فيه تفاصيل كتيرة مختلفة عن لما بتشتغل مباني بأنواع أخرى. يعني الورك سبيسز من المباني الفانكشنال اللي لازم يبقى شكلها كويس، فيها فانكشن كبيرة جدا بتفاصيل وتكنيكال كبير جدا، وفي نفس الوقت لازم يطلع بريزنتبل ويعبر عن الشركة وعن الايدنتي بتاعت الشركة. ففي فيتشرز كتير لازم تفكر فيها غير موضوع التكنيكال وغير موضوع ان احنا بنعمل حاجة شكلها حلو قوي. الموضوع لازم يبقى بيسيرف الناس اللي بتشتغل جوه، لازم يساعدهم في انهم يبقوا كرييتيف وبرودكتيف في شغلهم، يناسب طبيعة شغلهم، بيديهم اكسبيرينس احسن في المكان، في شركات انت بتستقيل منها لمجرد الانفايرمنت فيها مش كويسه، وفي شركات ممكن تصبر عليها او مسمعه في السوق ان هي المباني بتاعتها لطيفه والانفايرمنت فيها قويه. من ضمن الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها في الفتره الاخيره كمان ان احنا بنشتغل على انوفيشن سيستمز او التكنولوجي الادفانسد اللي موجوده في الفتره الاخيره، ونحاول نimplement ده في المباني بتاعتها ونخليها من ضمن الديزاينز بتاعتنا، سواء سكرينز، تاتش سكرينز، موشن سنسورز. في تفاصيل كتيرة جدا ليها علاقة بالتكنولوجي ممكن نتكلم عليها في كيس تانية، بس فكرة ان انت تبقى متابع الليتست تكنولوجي وتضمها لشغلك دي نقطة من النقط المهمة جدا. لو الشركة دي ليها برودكتس يفضل ان انت يبقى من ضمن الورك سبيس انك عامل زي شو كيس للبرودكتس اللي هي اللي بتطلعها او بتنتجها، لازم يبقى البراند بتاع الشركه واضح في المكان، وخصوصا ان هو بيستقبل عملاء. طبعا في الانترنال براندنج اللي في المسجز اللي بتوجهها للموظفين بتوعك ده برضه لازم يبقى واضح. لما بتيجي تبتدي تشتغل على الديزاين السبيس للموظفين لازم تبقى فاهم ان في أنواع مختلفة من السيتس اللي متصدر لنا دايما في السوشيال ميديا وكده، جوجل والديزاينز بتاعت جوجل وازاي ان السيتس عندهم شكلها لطيف ومش شايفين ورك ستيشنز، وناس قاعدة بتتمرجح وناس قاعدة في جناين وناس قاعدة في سيتس شكلها لطيف والدنيا لطيفة خالص. بس هو الحقيقة ده جزء من أجزاء المبنى، وأنت كديزاينر لازم تبقى فاهم إن السبيس من جوه متقسم لكذا أريا، ممكن يكونوا هم عاملين فوكس على الأريا دي عشان هي دي اللي بتشد الناس، وهو بيخاطب الجيل بتاعكو اللي هيبقى بالنسبة له النوعية دي من السيتس بتشده إن هو بيشتغل في المكان. بس هو كمان في أنواع تانية من السيتس لازم تبقى أنت فاهمها ولازم تبقى شايفها ولازم تبقى عارف بتشتغل ازاي وايه الريكويرمنتس بتاعتها والدايمنشنز بتاعتها وامتى احطها وامتى لا. من ضمن الانواع بتوع السيتس اللي بنشتغل عليها بيبقى في حاجه اسمها كو كرييشن، في كونسنتريشن، في كونكشن وانسبيريشن، وفي فاينلي الهيلث اند رينيوال سبيسز. كل واحد من دول ليه تفاصيل مختلفة عن التاني، كل واحد من دول بيبقى فيه نوعية سيتس ونوعية فيرنتشر مختلفة. فلو انت عندك التيم هيشتغل مع بعض ومحتاجين طول الوقت يتكلموا مع بعض، فالمثال الشهير قوي للقصة دي هي الميتينج رومز، بس هي ليها تايبس كتير وليها أعداد مختلفة وتجهيزات مختلفة، و في منها تقدر تقعد فيه تعمل كونفرنس كول مع حد براك او بره الاريا اللي انت شغال فيها، وفي جزء انتوا تقعدوا كتيم تعملوا كونفرنس كول مع تيم بره المكان اللي انتوا فيه برضو،
فنوعية الفيديو كونفرنس رومز دي مختلفة، وليها أشكال كتير، وليها سيت أب كتير، وليها ريكويرمنتس محددة. وفي شركات من بتطرح البرودكتس بتاعت الفيديو كونفرنس روم بتشترط ألوان معينة كمان علشان تديك البيست ريزوليوشن في الصور اللي بتنقلها كفيديو. الكو كرييشن ليها تفاصيل كتير. لو انت بتشتغل اجايل مانجمنت، ففي الميتنج رومز بتاعت الاجايل تيم مختلفة عن الميتنج رومز التراديشنال اللي احنا بنشتغل عليها. لازم يبقى فيها وايت بوردز، ولازم يبقى فيها تفاصيل كتيرة، فانت لازم تقرا عن نوعية الإدارة دي وتفهم الناس دي بتشتغل إزاي علشان تقدر تحقق لهم السيت اب بتاعهم. لما بتيجي بقى تشتغل أنت لوحدك، لو هتعمل حاجة individual، في مثال مشهور بتاعها هو الورك ستيشن اللي الناس كلها حافظاه. والورك ستيشنز ليها تايبس كتير وأشكال كتير، وبتتغير مقاساتها تبعا للاستخدام. وفي الفترة اللي فاتت كمان، في فترة الكورونا، كان في تعديلات كتير عملناها في الورك ستيشن، ما بين انك بتحلي بارتيشن، ما بين انك بتزود السبيس ما بين كل واحده والتانيه، بتكبر عرض الديسك توب بتاعها نفسه، بحيث ان انت تقدر من خلال الورك ستيشن بتحافظ على المسافات اللي ما بينك وما بين زميلك اللي قاعد في الورك ستيشن اللي قدامك. فكره البارتيشن ان هو يعلى، مع الوقت اكتشفنا انها مش افيشنت، لان هو في الاخر انت قاعد في فنتليشن سيستم واحد، فحتى لو البارتيشن عالي في نظام التكييف اللي موجود في المكان ممكن ينقل الفيروس. فابتدينا نروح لسوليوشنز تانية، سواء بنغير نظام الفلترة في التكييف، أو سيستمز بتركب زي الألترا فايلوت بتقضي على أنواع معينة من الفيروسات. فإنك تقعد تقرأ في الحاجات دي تكنيكال، ده ممكن يكون ملوش علاقة بالديزاين، بس أكيد هيأفكت على الديزاين بتاعك بالتفاصيل بتاعه. في أنواع من السيتس زي الفوكس روم والفون بوس والسنجل بود والحاجات اللي يمكن انتوا شايفين بعض الصور منها على اليمين. الحاجات دي ابتدت تنتشر في الفترة الأخيرة وبقت مهمة جدا، وابتدت تنتشر أكتر بعد الكورونا، لأنه بقى في ميل إنك ممكن تنزل في المكان، بس تقعد في مكان ايزوليتد تعمل التاسك اللي موجود منك معاك وتبعته من غير ما تحتك بحد تاني خالص. ولو هتقعد مع التيم بتقعد معاهم فترة قليلة جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي موجودة وابتدت تنتشر في بعض الشركات الكبيرة، موضوع الزين جاردن، أو السبيس اللي أنت تدخل فيه تشتغل ما معكش حتى تكنولوجي تولز، يعني بتسيب موبايلك، بتسيب الايربودز بتاعتك، بتسيب اللابتوب بتاعك، تخش تشتغل في مكان مانيوال. لو أنت عايز تطلع بفكرة إنوفيتيف من دون ما تتأثر بفيدباك او انسبيريشن موجود، لا، طول ما انت ماسك موبايلك هتفكر زي ما التولز العاديه اللي احنا بنستعملها زي بنترست والكلام ده. ممكن على سبيل المثال، يعني الاسهل لينا ان احنا نفهمه، تفتح بنترست عجبتك حاجه، فلما تيجي تشتغل هتشتغل وفي دماغك اللاينز اللي انت واخدها من الكلام ده. لما بتيجي تشتغل على مكان ما مفيكش في ايدك ورقه وقلم، فممكن توصل لنتائج مختلفه خالص. الكونكشن، ودي اكتر حاجه منتشره اونلاين، ودي اللي اكتر الشركات بتبقى حريصه على انها تصورها وتقول ان احنا عندنا سبيسز بالشكل ده. دي ليها تفاصيل كتيره جدا، في ناس بتسميها كونكشن ارياز، في ناس بتسميها لاونجز، في ناس بتسميها هادر سبيسز، في ناس بتسميها انفورمال سيتس. ودي ليها تفاصيل كتيره واشكال كتيره، تبقى كالر، ممكن يتحط فيها حاجات شايني علشان تكسر مود الشغل العادي، وفي نفس الوقت هي بتستعمل في الديسكشنز اللي ممكن ما تبقاش فورمال، لمجرد بس ان شير صوت ما بيننا وما بين بقية افراد التيم. يعني في ارياز بقى اللي هي بتاعت البريك، وبتكسر مود الشغل اللي احنا حافظينه، وبيبقى خلاص احنا حتى مش بندسكس حاجة في الشغل ليها علاقة بالكافيتيريا واللايبراري وممكن يبقى فيه بار بنقعد نشرب عليه، تيك بار بنناقش حاجة تكنيكال بعيدا عن الشغل، في ار او اي ار لاب نقعد نلعب حاجة لطيفة، ليها نماذج كتيرة جدا. ممكن يبقى ستيج حد بيقعد يدي زي
يشير فكرة، يدي زي ليكتشر خفيفة بره مود الشغل أو حتى انستراكشنز في الشغل، بس دي الاكتيفيتيز اريا دي بتبقى لطيفة جدا وبتفرق كمان في مود التيم وبتقرب التيم من بعض وبتعمل تفرق جدا في التيم بيلدينج. ودي حاجة برضو من الحاجات اللي لما بتيجي تقرا في البيهيفير بتاع الموظفين في المكان هتلاقي ان الارياز دي البرفورمانس بتاع التيم بيفرق كتير بوجودها. في بقى طالع موضة كمان نوعية السبيسز السبورتنج اللي ممكن تبقى بتغري الموظف ان هو يحب المكان اللي هو فيه، جيم، نيرسينج روم، لو في مثلا حد عنده اطفال فبيوديهم يسيبهم في المكان عشان ما يبقاش قلقان ان هو كل شويه او تركيزه في الشغل يبقى اقل علشان حاسس ان ولاده بعيد ومش قادر يتابعهم، فلما بيجيبهم في المكان يقدر في البريك يطلع يبص عليهم وينزل. في اماكن فيها ممكن الشغل يبقى فيه هارد وركينج شويه فبيعملوا شاورز الناس تخش ترفرش وترجع، في فان رومز بيبقى فيها بلاي ستيشن. الكلام ده مش في كل مكان هنبقى حابين نستعمل كل الحاجات دي، بس في نفس الوقت ممكن تبقى سبورتنج لو الحاجات دي المدة اللي بيقعدوها الموظفين كبيرة قوي، انما لو المدة قليلة فهي بتساعد في ان هي ممكن في بعض الاوقات تبقى بتضيع وقت الموظفين. ففكرة ان انت تبقى فاهم السبيس اللي انت بتشتغله ينفع فيه تستعمل النوعية دي من السبيسز ولا لأ، ده مهم، وبرضه يبقى ليه علاقة بالكالتشر بتاعت الشركة اللي انت بتشتغل عليها. انا هديكم مثال النهاردة على مشروع صغير احنا عملناه ما فيهوش كل السبيسز اللي احنا اتكلمنا فيها، بس هو من ضمن بيست فايف بيست بليسز تو ورك ان ايجيبت 2023. والمشروع كان الديزاين بتاعه بالنسبة لنا من الحاجات اللطيفة اللي طلع شكلها سيمبل وشكلها حلو واتعملت في وقت كويس جدا. يعني المشروع كله خلص تقريبا في 3 شهور ونص، الديزاين بالكونستراكشن، وده رقم يعني لما تاخدوا التجربة بعد كده هتفهموا ان هو رقم هايل، وخصوصا في الفترة اللي فاتت ان كان عندنا مشكلة كمان في السبلايز والكلام ده. المشروع مكانه في كايرو فيستيفال سيتي، في واخد حوالي نص دور من أحد المباني اللي موجودة هناك. المكان احنا استلمنا كورنشيل، وزي ما انتوا شايفين كده لما بتدخل السبيس شكله لطيف، بس هو فيه بعض المشاكل التكنيكال. كان بالنسبة لنا ان احنا عندنا تو تاي ان بوينتس اللي بيدخل منها التكييف والفاير فايتنج والكهرباء والكلام ده، وعندنا بوينت واحدة اللي هي صورتها تحت على الشمال اللي ممكن نقدر نحط فيها الحمامات، فكان المكان مربوط بتاع الحمامات ما نقدرش نغيره. وفي لو بصيتوا في السقف هتلاقوا بعض الأماكن الأعمدة فيها الكولوم كاب، ده بيبقى مهم في الفلات سلاب، النوعية دي من البلاطات الفلات سلاب، السبيس الكبير أو الإسبان الكبير بيبقى ممكن يحصل فيها بانشنج، فبتحط فيها الكولوم كاب ده علشان يضمن ان ما يحصلش اي نوع من انواع الكراكس في السقف. فلما بتيجي تشتغل في الالكتروميكانيكال لازم تكونسيدر الكلام ده علشان ما يجيش فيه مكان تكييف هيقلل السقف قوي، ما يجيش فيه ديسبلينز او حاجه تركب فيها تقلل لك ارتفاع السقف. في جزء منهم كان فيه كاميرا كده صوتها كبير كمان عن الموضوع، فدي ما ينفعش تحط مثلا في ورك سبيس هتخلينا نتضايق جدا واحنا شغالين. ابتدينا نشتغل على الاستادز بتاعت المكان. كان أهم حاجة بالنسبة لنا، ودي من ضمن الحاجات الأساسية اللي لما تيجي تشتغل على ورك سبيس لازم تفكر في مسارات الحركة ما بين الورك ستيشنز وما بين السبيسز المختلفة، ولازم يبقى فيها سهولة في الحركة، مفيش حد يستنى حد علشان يعدي، والحاجات اللي احنا بنشوفها في ديزاين المكاتب. وكل ما السكيل يكبر كل ما بقى فيه التفاصيل دي مهمة، لأنها كمان بتبقى ليها علاقة بالسيفتي وخطة الهروب بتاعة المكان، وخصوصا لو عدد الموظفين كبير. المكاتب الصغيرة اللي على سكيل حد هيعمل أوضتين تلاتة معهم جزء ورك سبيس صغير حاجة في حدود 200 300 متر، ناس كتيرة تقدر تشتغل فيها. لما بنوصل لأن احنا بنكسر
ال1000 متر، والسبيس ده هو بالظبط 1000 متر، لحد ما بتوصل آخر مشروع احنا شغالين فيه حوالي 26000 متر مربع. بيبقى فيه تفاصيل كتيرة ليها علاقة بخطة الهروب والمسارات وعرض المسارات والكلام ده، ليها علاقة بالكودز كمان، مش مجرد إن إحنا بنعمل كوريدور الناس هتمشي فيه وكده، لا هو دي تفاصيل، ولازم تقرأ الكود، العدد الناس قد إيه، ومسار الهروب بتاعهم لازم يبقى قد إيه، والسبيس اللي هيمشوا فيه قد إيه. الكلاينت هنا كان عنده مشكلة أساسية، إن ده يعتبر الهيد أوفيس بتاعه اللي بيتعمل فيه الديلز، ليه هيد أوفيس تاني هيتعمل في المصنع بتاعه في عاشر من رمضان تقريبا، بس ده كان هو الأساس، وده اللي هيبقى بيبريزنت الإيمج بتاعت الشركة. ليه مدخلين أساسيين، هو يعتبر واخد تو يونتس وفتحهم على بعض، وعايز يبقى فيه فلكسبيليتي، إن إحنا عندنا حوالي 60 سيت وفي 10 مانجمنت رومز ممكن تبقى فلكسبل، في ميتنج روم أساسية الكبيرة، ودي من ضمن الاشتراطات كمان إن هو يعرض فيها البرودكتس بتاعته، علشان يقدر لو هيعمل ديلز أو كده كبيع لموزع ليه أو كده، فيبقى شايف البرودكت اللي بيتعاقد عليه وهو بيمضي الديل. فكانت وظيفتنا إن إحنا بنعمل أناليسز للريكويرمنتس بتاعته دي، وبنقدر نشتغل على بروبوزلز كتير. أنا هنا طبعا موريكو الفاينل برودكت، طبعا إحنا عدينا بستة أو سبعة ستيجز لحد ما وصلنا للبوينت دي، وبعد ما بنوصل للبوينت دي وبنأجري على البلان، بنبتدي بعديها نبتدي نشتغل على اللوك اند فيل بتفاصيل الماتيريالز. هنا احنا حققنا الفايف توبس اوف سيتنج او فور منهم، والاذر سيرفيسز اللي موجوده في المكان، الجزء بتاع الحمامات الجري اللي في الشمال ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، وفي جزء تاني في النص ده اللي داخل منه التاي ان التانيه، فالسقف فيه واطي جدا، فاحنا قلنا ناخد الجزء بتاع اللي السقف فيه قليل ونعمله جزء للسيرفيس، وابتدينا نعمل مسار الحركة بحيث إن إحنا نضمن إن كل الناس تبقى معظم السيتس تبقى بص على الفيو، ما يبقاش بس مقفول مانجرز أو كده، الموظفين حتى اللي موجودين من أصغر حد لأكبر حد يبقى كلهم ليهم أكسس على المين فيو للمبنى. حتى الجزء بتاع البريك اريا اللي في الشمال خالص يبقى كمان ليه نفس الاكسس. معظم السيتس اللي موجوده هوت سيتس، ودي كونسبت مهم انك تبقى فاهم انك عشان تشتغل بهوت سيتس ما ينفعش مثلا الورك ستيشن يبقى فيها الورك ستيشن ما ينفعش يبقى فيها لوكرز او فيها دراج او فيها دروورز، لا لازم تبقى بس مجرد ورك ستيشن، كل واحد ليه بقى اللوكر بتاعه، دول احنا عملناهم في الشمال على الكوريدور زي ما انتم شايفين، عملنا كل انواع السيتس اللي ممكن تتخيلوها، فيديو كونفرنس روم، ميتنج رومز صغيره، معظم المكاتب بتاعت المديرين عملناها زي ميتنج رومز برضو، ما فيهاش لوكرز ما فيهاش حاجه، بحيث ان هو بيجي الصبح انا عندي 10 مديرين، اللي موجود عندي 8، معظم الوقت بيبقى موجود 6 فقط، وفي 2 تانيين بيستخدموا للموظفين، فهو بيجي يقعد في الميتنج روم اللي هو عايزها، وبعد ما بيخلص اليوم بيمشي، فبقت الأوضة متاحة لأي حد إنه يستخدمها، وده سيت أب عملناه بحيث إن هو كمدير وهو قاعد ما يحسش إن هو قاعد في مكان مش مظبوط أو مش واخد الإيمج بتاعه كمدير، وفي نفس الوقت لو مشي نقدر نستعمله كميتنج روم عادي خالص. من ضمن الفلكسبيليتي برضو اللي اشتغلنا عليها ان الميتنج رومز اللي في النص اللي بالشكل اللي معمول عليها اللون الازرق، في امكانيه ان انت تفتحهم على بعض و توسع وتزود العدد، بحيث ان انت يبقى عندك فلكسبيليتي من اول 3 أو 4 سيتس لحد ما توصل لحد 20 فرد، غير الميتنج روم الاساسيه اللي بتعمل فيها الديلز. وعملنا ميكس ما بين البابين اللي في المداخل، اللي هم في باب رئيسي للكلاينتس اللي فيه الريسبشن ديسك والكلام ده، وفي باب تاني جانبي للموظفين استعملناهم ان هم يبقوا الانفورمال ارياز، فيها سيتس هيبقى شكلها لطيف ونقدر نعمل فيها كونكشن، ونقدر نحس في ان احنا بره مود الشغل ونقعد ندسكس الكلام ده، وفي نفس الوقت
لو في حد جه من المكان ده ودخل على السويس فهو حاسس ان هو في ريسبشن شكله شيك، وفي نفس الوقت ما بقاش في وسط الاريا بتاعت الموظفين بالداتا اللي ممكن يبقى فيها جزء من البرايفسي مش عايزين نشيله. هنا انا احنا لما بنخلص المرحلة دي بنعمل حاجة اسمها بي او دي ار، ده بيز اوف ديزاين ريبورت، ده بنشرح فيه احنا ليه وصلنا للديزاين بالشكل ده كسبيس وايه المزايا بتاعته. فمن ضمن البوينتس اللي بنحطها هي السيفتي ستادي، مسارات الحركة بتاعتنا هنمشي كم متر لحد مسالك الهروب بتاعتنا، ايه الاماكن اللي لازم يتعمل فيها فاير ريتنج على الحيطان بتاعتها علشان ممكن يحصل فيها لا قدر الله مثلا حريقة او كده، فلازم الحيطان بتاعتها تبقى مقاومة للحريق، غالبا بتبقى ساعة لساعتين على حسب بقى المكان وعلى حسب نوع القطة. هنحط فين أماكن الإشارات بتاعة الهروب عشان الناس تبقى عارفة، نعمل التريننج للموظفين بعد ما بيبقوا موجودين في المكان. زي ما انتم شايفين كده تحت على الشمال دي صورة متاخدة من الكود بتقول إن إحنا لو هنشتغل ديزاين وعندنا سبرينكلرز مثلا في المكان فلازم ما نعديش 60 متر من في الترافل ديستنس، فإحنا بنرسم أقصى نقط موجودة في السبيس حد هيتحرك منها علشان يهرب، ولازم نقيسها ونأكد إن هي أقل من ال 60 متر، أو لو هي 90 متر لو أنت هتستعمل فاير فايتنج سيستم، فبالتالي أنت لو محقق 60 خلاص أنت في السيف سايد، حد لو يعني استعمال الفاير فايتنج سيستم بيسكيور المكان أكتر. البي أو دي آر بيبقى فيه شرح تكنيكال لكل الايتمز اللي هتبقى موجوده في المكان، انا بس ما رضيتش ازود في السلايدز قوي علشان الموضوع ما يبقاش تقيل على وتفاصيل كتير ونطول قوي، بس بنحط فيه حتى سيستم الكهرباء اللي هنستعملها، سيستم التكييف لو في تعديلات ستراكشر هتتعمل لازم تتشرح، انواع الماتيريال اللي احنا هنستعملها في المكان، الديزاين لو الشركة ليها جايد لاين احنا جايبين الديزاين وواصلين الجايد لاين ده منين، وابتدينا نشتغل وبنبتدي نشتغل بناء على ده. وهو وظيفة البي او دي ار ده ان هو بيشرح للكلاينت اللي ممكن ما يبقاش مهندس تفاصيل علشان ما يجيش في الاخر يقول لك انا ما فهمتش، لان بعد البي او دي ار ده بنعتبر ان مرحلة الديزاين خلصت ونبتدي في المرحلة التكنيكال اللي هي لحد ما نطلع التندر دراونز. لما جينا نبتدي بقى في المرحلة بتاعت إن إحنا بنطلع البي أو دي آر، ابتدينا نشتغل على اللوك أند فيل بتاع الإنتيريور ونشتغل على الماتيريال سيلكشن والتفاصيل اللي موجودة كلها. فهنا مثلا ده الإنترنس بس فيه جزء شبه الإنفورمال سيتس اللي أنا وريتها لكم، ينفع حد يقعد فيها اتنين تلاتة يتكلموا مع بعض لو مفيش فيزيتورز في المكان، وفي نفس الوقت لو فيه فيزيتور داخل المكان حس إن المكان شيك. كنا حابين ان احنا نستعمل فيه اللون الازرق شويه، الماركتنج تيم في المكان فضل ان هو لا يخف اللون الازرق علشان يبقى اللوجو بتاع الشركه بس هو اللي واضح، لان هو هيبقى باللون الازرق وهوريكم في الصور بتاعته بعد كده. الورك سبيس بكل تفاصيله باين ان الورك ستيشنز ما فيهاش اي نوع من انواع اللوكر عشان تبقى هوت سيتس، الازاز بتاع اوض المانجرز كلها معموله ازاز عشان يبقى قاعد بيمونيتور التيم بتاعه وشايفه لو في حاجه محتاجه منه فولو اب او كده. باين كمان الاكوستيك سيلينج اللي محطوطه في السقف عشان تقلل النويز اللي في المكان، مبقاش فيه ريفليكشن للصوتيات فيبقى المكان فيه زي نويز عالي، فبستعمل نوعيات معينه من بلاطات الاسقف. باين نوعيه الفوكس بود وال ال 1 to 1 meeting rooms اللي محطوطين في آخر الاريا ورا، اللي على الشمال دي كانت اللوكرز بتاعت الناس اللي بتستعمل المكان. ده شكل الورك سبيس من كذا زاوية مختلفة، استعملنا فيه جرين وول مش ارتفيشال ناتشرال، واستعملنا فيه حاجة زي المط كده دي بتاخد أقل نسبة مية بتشتغل حتى يمكن على نسبة الرطوبة اللي موجودة في الجو، ما بتحتاجش وصلة مية وصرف والكلام ده. المكان هنا طبعا بيستعمل كورك سبيس عادي، فالبارتيشنز الارتفاع بتاعها العادي ما فيش حاجة ارتفاعها عالي قوي علشان
احنا مش محتاجين، هو مش كول سنتر يعني، فما فيش كلاينت هيبقى قاعد سامع الباك نويز والكلام ده. في مشاريع تانية احنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده، ان الارتفاع بتاع البارتيشن لازم يبقى واصل لارتفاع معين علشان يمنع الاي كونتاكت ويمنع الصوت ويقلل الصوت، يمتص الصوت على قد ما نقدر ما ينتشرش، فيبقى حتى لو عندنا عدد كبير الكلاينت لما يتصل ما يسمعش الباك نويز. المين كوريدورز هنا احنا عملناها ال في تي، انما الجزء بتاع الموظفين احنا استعملنا فيه الكاربت تايلز، وده كان ليه علاقة اكتر ان احنا الطرق او الممرات الرئيسية تبقى واضحة لليوزر اللي بيستخدم المكان، وفي نفس الوقت الديورابيليتي بتاعتها بتبقى اعلى شوية، وفي نفس الوقت الحركة بتاعت الموظفين اكتر هتبقى على الجزء بتاع الورك سبيسز، فده الكاربت تايلز بتقلل الساوند شوية. ده الجزء التاني اللي هو قدام مدخل الموظفين، باين فيه ان احنا فكرنا ان احنا نحط فيه وايت بورد، لو حد هيقف يتكلم مع حد يشرح حاجة، في جزء تاني سيتس بأشكال مختلفة ينفع تتفرق وينفع تتجمع على حسب العدد اللي احنا نقعد نتكلم فيه، أو العدد اللي هيقعد، أو اتنين لوحدهم هيقعدوا لوحدهم، في مجموعة كبيرة فهتلم الكراسي وتشتغل، في فليكسابيليتي وفي شكل لطيف يشد الناس إنها تقعد في المكان ده. وعلى اليمين اللوكرز، دي في مدخل الموظفين، فاللوكرز في وشك، تعمل تخش تاخد حاجتك أو تحط حاجتك وتتحرك جوه المكان على طول. دي صور البريك أريا. ومن ضمن الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها يمكن السيشن اللي فات مع كريم، أنواع البريك أرياز وإزاي أنت تقدر تفرق ما بينهم، فلازم تبقى فاهم إن البريك أريا غير الريفريشمنت بوينت، غير لو في باندري، غير لو في أوفيس اللي هو الناس ممكن تخش تسيرف نفسها، فغير الكيتشنت، كل واحد فيهم تجهيزاته مختلفة والسبيس بتاعه مختلفة واليوز بتاعه مختلف. ناس كتيرة بتفتكرهم كلهم حاجة واحدة، بس لا، هم كل واحد فيهم مختلف عن التاني. احنا هنا علشان السبيس شوية هيلب يور سيلف، فعملنا زي بريك اريا مجهز بتفاصيل كيتشن كاملة، في تلاجة، في طبعا بيكو، فبيحطوا الديفايسز بتاعتهم بسهولة يعني، مش هتكلفهم، والشباب يقدروا يعملوا مثلا يجيبوا وجبات يسخنوها في المكان، يقدروا يعمل قهوة لنفسه، وبقى أقرب لكافيتيريا، أقرب أكتر منه لمكان في المكتب هيشربوا فيه كوفي وخلاص يعني. فالسبيس بتاعه بالألوان بتاعته مختلف خالص عن الجايد لاين بتاع المكان، لأن هو لازم يكسر مود إن هو قاعد شغال في شغل. وفي نفس الوقت ده كان حل لنا مشكلة الكاميرا الكبيرة اللي إحنا قلنا عليها من شوية، إن هو في المكان بقت أقرب منها التشكيلة، بتفصل الزون اللي أنت في الجزء اللي هنعمل فيه الحاجة بتاعتنا، وبعد الكاميرا دي حطينا الكراسي، انك وانت قاعد فيها انت بتحس انك قاعد في تراس باصص على اللاندسكيب اللي بره في كايرو فيستيفال سيتي. الميتنج رومز في المكان هنا كانت حاجة من الحاجات المهمة بالنسبة لهم جدا، عندهم ميتنج روم الستاندرد اللي هي الست كراسي او الثمان كراسي اللي احنا كنا حاطينها في النص، وراها اتنين ميتنج روم كل واحدة فيهم 3 أو 4 كراسي، ودول ينفع يتفتحوا كلهم على بعض، وباين الميتنج روم اللي هم عارضين فيها البرودكتس بتاعتهم، بحيث انك انت ده كان من الحاجات اللي اشتغلنا عليها، انك لما تدخل المكان ازاي تخلي شكله بريزنتابل وشكله كويس، حتى رغم ان هو فيه برودكتس، واحنا بالنسبة لنا انك تدخل تلاقي تلاجة وغسالة وبتاع الحاجات دي غريبة، فازاي تخلي ده محطوط في شكل محترم، وفي نفس الوقت تدي الايمج للميتنج روم دي انها تبقى لطيفه وشكلها بريزنتابل للشركه. حبينا نعمل الكوريدورز بتاعت المكان في الجزء اللي في القلب، لو تفتكروا البلان في زي سنترال اريا كده، عملناها كلها بالازاز بحيث انها تحسسنا بالوسع بتاع المكان، واخدنا الكيرفز اللي في البدايه دي علشان ما نحسش ان احنا ماشيين في كوريدور شكله مش لطيف، بالعكس لما نشوف الصور بتاعته بعد ما تنفذ هنحس قد ايه الكوريدور وانت ماشي حاسس ان الدنيا واسعه، الاضاءه اللي فيه قويه، السيلينج بتاعه كمان ما عملناهوش ستاندرد، عملنا الاكوستيك بانلز اللي بالالوان، فرقت كتير في شكله يعني. نيجي بقى للنقطه الاخيره، لما بتيجي تشتغل على ديزاين وانت خلصت ال3 ديز اللي موجوده دي،
علشان توصل للنتيجة النهائية اللي احنا هنشوفها دلوقتي، وان انت تقدر تطلع الصورة بتاعت الديزاين هي نفس الصورة بتاعت هي اللي متنفذة في الحقيقة، بتحتاج ان انت تكوردينيت وتطلع دوكيمنتس تخلي اللي واقف في السايت فاهم الفيجن بتاعتك انت كديزاينر موجود في المكتب. ودي بوينت مهمة جدا لانها بتعتمد على حاجتين، طبعا هو بياخد البي او دي ار اللي انت اعتمدته من العميل، فبيفهم الفيجن بتاعتك بكل تفاصيل انت عملت كل حته ليه، وفي نفس الوقت بياخد التكنيكال درونز اللي فيها تفاصيل تخلي المقاول يشتغلها. الجاب اللي في النص ده ما بين الديزاين تيم وما بين السوبرفيجن تيم بيملاه دقه الرسومات اللي انت بتطلعها. فلو انت طلعت مشروع والتيم اللي وراك مش فاهم الفيجنز بتاعتك وانت عايز توصل لإيه، الخسران الوحيد في المشروع هو انت كديزاينر، لانك مش هتقدر توصل للي انت عايزه. واحنا بالنسبة لنا البروجكت مانجر او الهيد اوف ديزاين تيم، الهيد السوبرفيجن تيم اللي بيكوردينيت ما بين المكتب وما بين التيم اللي هيشتغل اشراف في الموقع ونديهم الفيجن دي، ده من اهم الشخصيات اللي موجودة بالنسبة لنا، عشان هو في الآخر مسؤول إنه يطلع 3Ds زي ما هي موجودة في السايت. هنا أنا حاولت أوريكم إزاي إن الموضوع ممكن يكون اتعمل فيه موديفيكيشنز، بس هو في الآخر إحنا منفذين الفيجن كاملة، والتيم بتاع السوبرفيجن قدر يوصل لنفس اللوك أند فيل، ويمكن في بعض الصور من وجهة نظري أحلى كمان من الريندرز اللي طلعها الديزاين تيم. ده الجزء بتاع الريسبشن. الجزء بتاع الانفورمال وباين على الشمال الساين بتاعت بيست بليس تو ورك ايجيبت 2023، واللي على الشمال الصوره الكبيره دي الصوره بعد التنفيذ، واللي على اليمين الصوره في الريندر او السي. ده الورك سبيس والكوريدور الرئيسي، ده الورك سبيس وباين كمان ورا الفون بوس والميتنج بود، كان ناقص واحدة لسه المفروض تيجي تركب، يعني ركبت بعد الصورة دي بشوية، بس احنا في الآخر محققين نفس الشكل بالظبط. وكمان الماركتينج تيم ادانا المسجز والتكست اللي بتتكتب كانترنال مسج للموظفين هتلاقوها اتضافت. هنا الجزء اللي احنا كنا اتكلمنا عليه ان هو حب يلغي اللون الأزرق علشان يوضح اللوجو اللي في الوش واللي على اللي هيركب في ظهر الكاونتر بعد كده. ده الجزء بتاع الكوريدور، انت حاسس ان انت مش ماشي في كوريدور، انت ماشي في وسط الورك سبيس، ده مش مود ان انا ماشي في كوريدور شكله مش لطيف، لا بالعكس ملفت والالوان اللي فيه لطيفة، فانت مش زهقان وانت ماشي في المكان ده. شكل البريك اريا، دي صورة تانية للورك سبيس من جوه. ده المدخل بتاع الموظفين بالبارتيشن اللي فاصل ما بينه وما بين الاريا بتاعت البريك اريا، وعلى الشمال اللوكرز بالشكل بتاعها. في فيديو كمان ممكن تلاقوه على البيدج بتاعت الشركة في لينكد ان، بيشرح البروجكت كله على بعضه، بيوضح لك شكل الصور بعد ما خلص الموضوع وكده. ده خلاصة التجربة اللي احنا بنشتغلناها في بيكو. أتمنى إنها تكون أفادتكم في إزاي تقدر تفكر في بروجكت بالحجم ده، أو إن أنت إزاي تفكر في سبيس. ولو في حد عايز يسأل حاجة بقى أنا تحت أمركم. الأسئلة اللي فيه
أنا مش شايف أي أسئلة، فحسن لو أنت شايف أسئلة قول لي. المسابقة شيماء بتسأل في المسابقة أنهي الفراغات اللي ليها الأولوية وأنهي الفراغات اللي ممكن نستغنى عنها. بصي دايما أنت بتعملي مكان يشتغل فيه بيزنس، فأكيد الأولوية للسبيس بتاع الموظفين وهيبقى شكله إيه، والسيتس اللي هتعمليها لهم شكلها إيه. ففكرة إن إحنا نعمل فراغات أو السبيس بتاع الموظفين بالسيتنج بتاعهم ده مهم جدا. التايبس بتاعتهم هتحددي انت نوعيتها طبقا اللي انت شايفاه مناسب لنوعية الشغل. ايه اللي ممكن تستغني عنه؟ اكيد الحاجات اللي ليها علاقة طبعا السبيس عندكم صغير، فممكن تستغني شوية عن الحاجات اللي ليها علاقة بالريفريشمنت او كده، باعتبار ان كمان انت المكان اللي فيه السبيس ده في ديستريكت 5، ففي جنبه كذا حاجة يقدر ياخد منها كوفي أو ياكل منها أو الكلام ده، فممكن يبقى بس مجرد أوفيس صغير أو بانتري، وبقية المكان ما يبقاش فيه بريك أريا بالمعنى المفهوم. محتاجة التايب أوف سيتنج، الميتنج رومز أو التفاصيل، الحاجات اللي فيها كونكشن لو هنعمل كونفرنس كول، الحاجات دي مهمة جدا. وأعتقد إن نوعية الشركة اللي أنا فاهم إنها فينتك، ده مهم جدا إن أنت تكونسيدري وجود كونفرنس رومز أو في سي رومز بطريقة مهمة. فين المسابقة؟ محدش بلغنا بيها. يعني لو رجعت البيج بتاعت ستوديو 34 هتلاقي أناونسمنت كتير عليها، وإحنا عملنا لايف قبل كده أنا وكريم الفرناوي، اتكلمنا كمان على تفاصيلها والناس شغالة فيها. أنا أعتقد السبميتنج بتاعها قرب. ده أحمد سليم، فأنا محتاج تراجع بس الموضوع وتشوف هتقدر تجوين ولا مش هتقدر. في أي أسئلة تاني ولا تمام كده؟ ميرسي يا جماعة على وقتكم ودوشتكم وكم داتا كبير، وحاسب لكم اللينك بتاع البروفايل بتاعي على لينكد ان وعلى والبيج بتاعت الشركة، وفي أي وقت تحبوا تتواصلوا معايا ابعتولي على طول، وإن شاء الله هرد على كل التفاصيل اللي أنتوا عايزينها. ميرسي جدا.